السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف الأول الثانوي. هنتكلم النهاردة عن درس جديد من دروس مادة الأحياء. كنا اتكلمنا في الدرس السابق على الخلية وتركيب الخلية. هنتكلم النهاردة على درس متعلق بالخلية، وهو إيه الخلايا المتخصصة. أي كائن عضوي بينمو إزاي؟ بينمو من خلال انقسام الخلايا. هذه الخلايا بتنقسم وتفضل تنقسم لحد ما تكون ايه انسجه. العمليه دي بسميها ايه؟ بسميها التمايز. ايه هو التمايز؟ التمايز هي العمليه التي تصبح فيها الخليه متخصصة لأداء وظيفة معينة. يبقى عرفنا إن الخلايا بتنقسم عشان تكون النسيج، الأنسجة المختلفة الموجودة في الكائن الحي. العملية دي بسميها إيه؟ التمايز. بالتمايز العملية التي تصبح فيها الخلية متخصصة لأداء وظيفة معينة. طب من أمثلة الخلايا المتخصصة زي إيه؟ ناخد أول مثال أمثلة للخلايا المتخصصة. أول مثال هناخده خلية الشعيرة الجذرية. خلية الشعيرة الجذرية، ايه وظيفة الشعيرة الجذرية؟ الشعيرة الجذرية وظيفتها امتصاص الماء والأملاح من التربة. يبقى الوظيفة وظيفة ايه؟ امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة. طيب ازاي خلية الشعيرة الجذرية بتتكيف او بتتلائم مع هذه الوظيفة، وظيفة امتصاص الماء والاملاح من التربة؟ نرسم اول حاجة الشعيرة الجذرية ونشوف شكلها عامل ازاي. الشعيرة الجذرية دي عبارة عن خلية زي اي خلية، بس خلية نباتية موجودة في جذر النبات. شكلها عامل ازاي؟ لاحظ معايا. إن الشعيرة الجذرية بيبقى ليها نتوء طويل، بيكون بقى إيه؟ الشعيرة الجذرية آدي نواة الخلية، دي النواة وآدي الفجوة، الفجوة العصارية. خلاص؟ بلاحظ ايه؟ بلاحظ ان الشعيرة الجذرية بتتميز بنتوء طويل خلاص وضيق. يبقى ده عبارة عن ايه؟ نتوء بروز، يعني نتوء طويل وقطره ضيق. طيب يبقى الشعيرة الجذرية بتتميز بنتوء طويل وضيق ليه؟ عشان تتكيف لامتصاص الماء والاملاح المعدنيه من التربه. طيب كيف ازاي؟ النتوء الطويل والضيق بيعطي مساحه سطح امتصاص الماء والاملاح من التربه، بيزود من مساحه سطح امتصاص الماء والاملاح من التربه. يبقى التكيف لاداء الوظيفه ازاي؟ بتكيف لأداء الوظيفة قلنا ايه؟ أول حاجة والنتوء طويل خلاص، وقطر النتوء
ضيق أو صغير. ده بيزود من مساحة امتصاص الماء والأملاح المعدنية بالتربة. يبقى النتوء الطويل والضيق بيزيد من مساحة امتصاص الماء والأملاح بالتربة. طيب ناخد مثال تاني للخلية متخصصة، اللي هي خلية ايه؟ خلية دم حمراء. خلية دم حمراء. خلية الدم الحمراء بيبقى شكلها عامل ازاي؟ خلية الدم الحمراء بيبقى شكلها عامل كده. خلية الدم حمراء. طيب ايه وظيفة خلية الدم الحمراء؟ وظيفة خلية الدم الحمراء، الوظيفة نقل الأكسجين إلى إيه؟ إلى خلايا الجسم. يبقى إيه وظيفة خلية الدم الحمراء؟ نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. طب إزاي خلية الدم الحمراء بتتكيف مع هذه الوظيفة؟ يبقى التكيف لأداء الوظيفة بلاحظ ان خلية الدم الحمراء بتحتوي على مادة الهيموجلوبين او صبغة الهيموجلوبين، ودي بتدي خلية الدم الحمراء اللون الاحمر. طب وظيفة صبغة الهيموجلوبين ايه؟ بتنقل الاكسجين. يبقى اول تكيف ليها تحتوي على صبغة الهيموجلوبين، ده وظيفته ايه؟ لنقل الاكسجين. يبقى صبغة الهيموجلوبين بتنقل ايه؟ بتنقل الاكسجين. طيب بص معايا في شكل الخلية، بلاحظ ان شكل الخلية دائري خلاص، مقعر الوجهين، وده بيدي مساحة سطح كبيرة لنقل الأكسجين أو لانتشار الأكسجين. يبقى تاني خاصية الشكل دائري مقعر الوجهين، بيعمل ايه؟ بيزيد من مساحة سطح انتشار الأكسجين. طيب ناخد مثال ثالث لخلية الخلايا المتخصصة، وهو ايه؟ الأوعية الخشبية. رقم ثلاثة أو مثال ثلاثة، الأوعية الخشبية. الأوعية الخشبية دي بتبقى موجودة فين؟ في النباتات. طب إيه وظيفة وعاء الخشب؟ الوظيفة بينقل الماء والأملاح من الجذر إلى إيه؟ إلى الساق والأوراق. يبقى الوعاء الخشبي ده ممتد منين؟ من الجذر إلى إيه؟ الساق والأوراق. يبقى الوظيفة نقل الماء والأملاح المعدنية من الجذر إلى باقي أجزاء النبات، إلى إيه؟ إلى الساق خلاص والأوراق. طيب نبص على شكل الوعاء الخشبي، بيبقى عامل ازاي؟ عبارة عن أنبوبة طويلة مجوفة
أنبوبة طويلة مجوفة بيتكون من خلايا ميتة. يعني خلايا ميتة يعني بيغيب عنها البروتوبلازم. بروتوبلازم إيه؟ الخلية. طيب أنبوبة مجوفة بيغيب عنها البروتوبلازم، لا تحتوي على بروتوبلازم. طيب بلاحظ إيه؟ بلاحظ إن في ترسبات لمادة اسمها اللينين. يبقى ده اسمه اللينين. خلاص؟ وفي أوعية خشبية على حسب نوع الوعاء الخشبي. في ساعات اللينين بترسب على الوعاء الخشبي بالكامل، ما عدا في مناطق فارغة بتسمى إيه؟ تسمى النقر. يبقى النقر دي لا تحتوي على مادة اللينين. يبقى تتصلب الوعاء الخشبي بالكامل ما عدا إيه؟ النقط أو بسميها النقر. يعني الأماكن دي أماكن إيه؟ فارغة لا تحتوي على اللينين. خلاص؟ ده عبارة عن إيه؟ ترسيب اللينين. ترسيب اللينين. بعد ما عرفنا تركيب الوعاء الخشبي ازاي بيتكيف مع هذه الوظيفة، اول حاجة غياب البروتوبلازم رقم واحد للتكيف لأداء الوظيفة اللي هي وظيفة ايه؟ وظيفة نقل الماء والأملاح المعدنية من الجذر إلى إيه؟ الساق والأوراق. أول حاجة غياب البروتوبلازم. ده بإيه؟ بيسهل مرور الماء والأملاح خلال إيه؟ خلال التجويف. خلاص؟ رقم 2 ترسيب اللينين. ماشي؟ ده بيدعم أوعية الخشبية من إيه؟ من الانهيار. بكده كون إيه؟ خلصنا درس الخلايا المتخصصة. الواجب سين واحد علل، تحتوي خلية الدم الحمراء على صبغة الهيموجلوبين. اثنين يترسب اللينين على الأوعية الخشبية. أبنائي وبنات طلبة الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.